السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هتكلم في فيديو النهاردة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وكمان معرفتها بوفاة زوجها عقب زيارة ايمي سمير غانم للمقابر اليوم. طبعا النهاردة زارت والدها في يوم الجمعة، ثالث جمعة على التوالي، وللأسف الانتقادات شديدة جدا عليها كالعادة. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي للفنانة الجميلة دلال عبد العزيز ترجع تنور بيتها بألف سلامة إن شاء الله. تطورات حالتها الصحية، في تحسن الحمد لله. طبعا كل الحاجات اللي هقولها لكم دي من مصادر موثوق منها من داخل المستشفى يا جماعة، وكمان هال عنبر أول بأول بتقول على حالتها الصحية، كمان قالت إن في تحسن. بصراحة التحسن ده بطيء جدا، ولكن الحمد لله ان في اي تحسن. مسحتها الاخيره الحمد لله سلبيه والامور مستقره، هي بتحتاج بس شويه جرعات اكسجين شديده شويه، يعني عشان عندها نقص في الاكسجين ودواعي طبعا من بعد كورونا، عندها تليف في الرئه وكل الاعراض اللي حضراتكم عارفينها. كل ده كلنا عارفينه، معرفتها بقى بوفاه زوجها وشريك عمرها لحد الان يا جماعه ما تعرفش، لكن هي اللي عارفاه دلوقتي انه ما بينفعش يجي يزورها علشان حاجه واحده بس، انه هو خايف من الاصابه بكورونا وانه حالته صعبه وما تسمحش ليه بالخروج، خصوصا ان هي كانت عارفه ان هو تعبان وفي العنايه المركزه. كل الحاجات دي بيعملوها علشان حاجه واحده بس، انه ان شاء الله قريب هتخرج دلال عبد العزيز وما يحصل لهاش اي صدمة بانها تروح في البيت ما يكونش موجود فيحصل لها انتكاسة كبيرة. النهاردة كالعادة راحت ايمي سمير غانم زيارة المقابر لوالدها، حاجة طبيعية دايما الناس اللي في المقابر بيستنونا ان احنا نروح نزورهم يوم الجمعة، ويوم الجمعة بالنسبة لهم عيد ومش تقول اللي انت بتقولي كلام وخلاص. ده كلام بعض الشيوخ والازهر، وقالوا ان فعلا الحد اللي في المقابر بيكون حاسس، فدي تالت جمعة على التوالي تروح تزور والدها باللبس اللي حضراتكم شايفينه. انا مش شايفة اللبس فيه اي مشكلة، اللبس محتشم وكويس ما فيش حاجة. الناس كلها مش قادرة تلبسي حتى اللحظة اللي هتزوري فيها والدك حاجة سودة. هو يا جماعة اللون الأسود هو اللي بيرجع اللي مات، يعني لو ده بيرجع اللي مات على فكرة هنفضل لابسينه وما فيش مشكلة، بس ده ما بيعملش حاجة. ارحموها، حتى الناس اليوم السابع وكذا حاجة وهي جوه وهي منهارة وبتعيط قدام قبر والدها بيصوروها، خلوها تقوم بعد ربع ساعة بالتحديد ومشيت وركبت العربية وروحت، ما استحملتش كل الكاميرات بتعملوا فيها وبيقتحموا خصوصيتها دي. عايزة تقعد على الأرض، عايزة تعيط، عايزة تقرب من والدها. انتوا ليه بتعملوا فيها كده وليه بتنتقدوها؟ حرام على فكرة. ما هي دلوقتي خرجت من المقابر، اول حاجة عملتها طبعا انها راحت علشان تزور والدتها، او مش تزور، هي دايما موجودة معاها، راحت لها، فطبيعي بلاش تبقى لابسة اسود عشان حالة النفسية بتاعت والدتها، وانها ما تعرفش ان زوجها توفى. صراحة حمل تقيل قوي 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 بتعيش دنيا وامي الفترة دي، خصوصا ان استاذ الطب النفسي قال انها المفروض تعرف، لانها هتتهمهم انهم ضحكوا عليها وانهم كمان يعني خبوا عليها وخانوها، حاجات كتيرة الطب النفسي هو ادرى بيه. بس يا جماعة الطب النفسي ده حاجة جاية من بره، دراسة من بره، بره ممكن يكون بالنسبة لهم الامور عادية، لان الطب البشري قال انها المفروض ما تعرفش مهما كان لحد ما ترجع ليها حالتها الصحية 100%. وكمان الطاقم الاطباء المعالج ليها قال التحسن اللي هو فيه ده دي حاجة مبشرة، هي بقالها شهر ونص موجودة في المستشفى بتعاني من فيروس كورونا. تخيل واحدة شهر ونص ما تعرفش اي حاجة عن زوجها، ولا تعرف هو كويس ولا تعبان ولا اي حاجة. بصراحة موضوع مؤلم جدا وصعب جدا، ربنا يا رب يكون معاها مع بناتها طبعا دنيا وايمي. النهارده ايمي راحت هي وعمها وعمتها واخوات طبعا سمير غانم، كانوا متواجدين من بعد صلاه الجمعه، وكان في اقتحام كبير جدا لخصوصيتهم. ارحموهم ان شاء الله، بنتمنى الشفاء العاجل للفنانه دلال عبد العزيز، ترجع تنور الشاشه وتنور الدنيا باذن الله. في كمان معلومه بسيطه يا جماعه، الناس اللي عماله تقول هي توفت اكلينيكيا وحالتها صعبه، الناس دي هي عايزاها تبقى كده، هي كويسه، ادعوا لها. سلام عليكم.